أخوكم عبد الله حسين اليافعي، متخرج من كلية المجتمع بتخصص دبلوم آداب، وأكمل حاليا دراستي لتخصص إدارة العامة. أعمل في الهيئة العامة للجمارك. خالد عيسى الشيب، موظف في مستشفى سبيتار الإدارة المالية، حاصل على دبلوم آداب في سنة 2019، وأكمل دراستي في برنامج الإدارة العامة في كلية المجتمع. موزة النعيمي، موظفة في المؤسسة العامة القطرية كهرماء، حصلت على دبلوم الآداب المشارك في الإدارة العامة بتقدير امتياز سنة 2019، أكمل درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية. فاطمة عبد الله، أعمل في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، حصلت على دبلوم إدارة العامة سنة 2019، والآن أستكمل درجة البكالوريوس في الإدارة العامة الموارد البشرية. صفية عبد العزيز خميس، موظفة في مؤسسة حمد الطبية، حصلت على دبلوم الإدارة العامة سنة 2019، والآن أستكمل درجة البكالوريوس في الإدارة العامة موارد بشرية. شكراً كلية المجتمع لتحقيق الحلم.